بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم في كل مكان، عشاق الأصالة، عشاق التراث، أينما كنتم أشواطنا متتالية في هذا اليوم على بركة الله وتوفيقه. حفلنا الكريم ينطلق الشوط الرابع الخاص للجعدان الإذاعة، ورحلة هذا الشوط هي 5 كيلومترات. نتمنى التوفيق والنجاح إلى جميع المشاركين في هذا الشوط، في هذا الشوط الذي يحمل لنا أسماء وشعارات لها ثقلها في عالم السباقات. على بركة الله تندفع هذه الشعارات وتندفع هذه الأسماء القوية التي تبحث عن الفوز والانتصار. أسير إلى المقدمة، إلى ركب المقدمة مع المركز الأول. هذا هو جمر مع المركز الأول لمحمد بن خليفة بالخميس الغويس السويدي، يقدم لنا جمر. بينما المركز الثاني الغادم البحيري يقدمه لنا سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، يقدم لنا البحيري. بينما المركز الثالث وصل دليل لأحمد بن عبد الله بالطير العامري، يقدم لنا دليل. بينما المركز الرابع الشعارات التي بدأت تقترب، أول المنطلقين أول الواصلين مع المركز الرابع. هذا هو مشاهدنا وحفلنا الكريم الذي يحمل لنا هذا الشعار. هذا الشعار إذن مع المركز الرابع القادم بكل قوة وصل نسناس لسالب بن سعيد بن كاسب المسافري، يقدم لنا نسناس. بينما المركز الخامس القادم معجب للرملي بن حمد راعي الشيجة العامري، يقدم لنا معجب. بينما المركز الخامس والقادم أيضا المركز السادس القادم بكل قوة وصل الحاكم لأحمد بن سعيد بالمر السبوس، يقدم لنا الحاكم. بينما المركز السابع أرى الشعارات وأرى الاسم القادم من الجانب الآخر الذي بدأ يتسلل من مركز إلى مركز. بينما المركز الثامن القادم أو السابع القادم بكل قوة معجب لعرملي بن حمد راعي الشيجة العامري، المركز الثامن القادم أيضا المتحرك مع المركز الثامن مع المركز الثامن القادم بكل قوة بهذا الشعار الجميل علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، يقدم لنا انطلاقات الذيب محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. هكذا مشاهدينا وحفلنا الكريم، النداء الأول للمراكز المتقدمة، ومن هنا نتحول ونتجول إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة. من يتصدر المشهد يقود الركب والموكب مع المركز الأول. هذا هو مشاهدينا وحفلنا الكريم بانطلاقه الجميل باندفاعه المميز مع المركز الأول. هذا هو جمر لمحمد بن خليفة بن خميسة الأغويس السويدي، يقدم لنا جمر. ولكن شوفوا هذه التسللات، هذه التسللات الكبيرة، هذه الانطلاقات المثيرة من الحاكم القادم بالانطلاق الجميل المتحرك بشعار أحمد بن سعيد بالمر السبوسي. يقدم لنا حاكم ليتحكم الصدارة، ليتحكم المقدمة. بينما المركز الثاني القادم البحيري سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري يبحر في عمق الميدان، ينطلق مع المركز الثاني يبحث عن ذلك الانتصار، عن ذلك الفوز. أي بينما المركز الثالث أرى الشعارات التي بدأت تنطلق مع المركز الثالث، أرى الشعارات التي بدأت تتقدم. انطلق وتحرك أيضا القادم بكل قوة، وصل دليل لأحمد بن عبد الله بالطير عمري. بينما المركز الرابع هذا مشاهدينا وحفلنا الكريم معجب للرملي بن حمد راعي الشيجة العامري، المركز الخامس يا سلام على هذا الانطلاق القادم بكل قوة، وصل نسناس لسالب بن سعيد بن كاسب
المسافر يقدم لنا نسناس. هكذا مشاهدينا وحفلنا الكريم، النداء الثاني للخمسة المراكز الأولى، وأرى الشعارات التي بدأت تقترب، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة الأولى. هذا مشاهدينا وحفلنا الكريم الذي يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل. هنا جمر مع المركز الأول، مع انطلاقه الجميل بعرضه الجميل الذي يقدمه لنا محمد بن خليفة بن خميس الأغويس السويدي. يقدم لنا هذا أو الحاكم أحمد بن سعيد بن مر السبوسي، بينما المركز الثاني البحيري ينطلق مع المركز الثاني بانطلاقه الجميل بعروضه المبهرة بشعار إذن مشاهدينا وحفلنا الكريم. ها هو متابعينا الكرام، الحاكم مع المركز الأول ينطلق مع المركز الأول بهذا الانطلاق الجميل لأحمد بن سعيد بن مر السبوسي مع المركز الأول. المركز الثاني القادم البحيري لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، يقدم لنا البحيري مع المركز الثاني، ولكن الحاكم ما زال مع المقدمة، بينما المركز الثالث القادمون سناس مع المركز الثالث لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، يقدم لنا سناس مع المركز الثالث، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الحاكم. الحاكم يتحكم مع المقدمة، ينطلق مع البداية 200 متر الأخيرة التي تفصل الحاكم عن الفوز وعن الانتصار. ها هو الحاكم ينطلق انطلاقة النصر، يقدم لنا الحاكم وساعة وصوله إلى خط النهاية، معلنا هذا الفوز والانتصار لأحمد بن سعيد بن مر السبوسي. يقدم لنا الحاكم المركز الثاني سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما المركز الثالث وصل البحيري لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري. إذا نعود ونهني مالك الحاكم لأحمد بن سعيد بن مر السبوسي.